شكرا لي الزميل القريبي بن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، متابعين الأفاضل، مرحبا بكم في منافسات هذا المساء. أهلا وسهلا بالجميع في تحديات السباق المحل الخامس وفي منافسات سن اللقاية، حيث انطلق بحفظ الله ورعايته شوطنا التاسع من أشواطنا المسائية في منافسات رائعة مع شعارات أبناء القبائل. شوط يحمل لنا منافسات البكار، المسافة هي 5 كيلومتر، الجائزة سيارة بالإضافة إلى تسعيرة هجن الشحانية. نتابع مسار ومنافسات هذا الشوط ونسير مباشرة إلى الصدارة لنتابع المراكز المتقدمة. وهذه الزبارة أول الأسماء من دشنت عالم الإذاعة وتقدمت على مقدمة هذا الشوط بشعار فاران بن محمد بن قريع المري، من يقدم لنا الزبارة على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. ثاني المراكز مشاهدين الكرام، من الجانب اليمين نتابع التواجد والانطلاق من شعار بن عايض، ولكن مغطي عليها رقم، أيضا مغطي رقمها من قبل الزبارة. وهذه القادمة مشاهدين الأعزاء غبة بشعار محمد بن علي الفهيدة المري، من يقدم انطلاقة غبة في مساري وتحديات هذا الشوط على المركز الثاني. ثالث المراكز، الاسم القادم والواصل امجاد، سهيل بن عبيد بن خيرات بن دود العامري، من يقدم انطلاقة امجاد على المركز الثالث. نقلة مباشرة الى رابع المراكز، الاسم القادم معزة مبارك بن محمد بن قطامي الفهيدة المري، من يقدم انطلاقة معزة على المركز الرابع. المركز الخامس، وصلت شقة زايد بن مجد بن عواض العتيبي، من يقدم انطلاقة شقة على المركز الخامس. هذه النتيجة الأولى مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في منافسات هذا الشوط، نتيجتنا المبدئية وندائنا الأول. ولكن هناك أيضا الأسماء القادمة والمندفعة في هذا المسار الجميل وفي هذه الأمسية المميزة على ميدان الشحانية لمنافسات سن اللقاية. عودتنا إلى ثلاثية الصدارة، إلى موقع القمة، حيث نتابع هذا الانطلاق من الزبارة على مقدمة الشوط. تتقدم بشعار فاران بن محمد بن قريع المري، من يبحث عن ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة الزبارة على المقدمة وعلى الصدارة. المركز الثاني، التواجد من غبة على ثاني المراكز، محمد بن علي الفهيد المري يدفع بغبة في هذا الشوط على مركز الوصافة. المركز الثالث، امجاد سهيل بن عبيد بن خيرات العامري، من يقدم انطلاقتي وتحديات امجاد على المركز الثالث. المركز الرابع، شعار بن قطامي من خلال تقدم معزة في موقع المركز الرابع. تتواجد معزة مشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة، مبارك بن محمد بن قطامي الفيدة. المركز الخامس، ابناء ميدان الشهيد حاضرين من خلال هذا الانطلاق ووصول شقة مع المركز الخامس، زايد بن مجدل بن عواض العتيبي، من يتابع الانطلاقة مع شقة على مستوى المركز الخامس. هذه الخماسية المتقدمة والمنطلقة في قمة هذا الشوط، ولكن الأسماء الهاجمة والمندفعة التي تسير خلف المراكز الخمسة في منافسات هذا الشوط. الله 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 الله، الخمسة كيلومترات بدأت تتناقص مع هذه الاندفاعة، مع تواجد هذه النوعيات الفاخرة على أرضية ميدان الشحانية في هذا المساء. السيارة النقدية بالانتظار بالإضافة إلى تسعيرة هجن الشحانية. العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع تقدم الزبارة، لا زالت متمسكة بقمة هذا الشوط، منطلقة بالمركز الأول. فاران بن محمد بن قريع المري، من يبحث عن ناموس هذا الشوط مع الزبارة في المركز الأول والصدارة، ولكن شعار بن عايض يسير جنبا إلى جنب من خلال تقدم غبة على المركز الثاني 1500 متر. وهذه غبة محمد بن علي الفهيد المري، من يقدم لنا شعاره وشعار بن خيرات الذي تحرك بتحرك امجاد امجاد امجاد. القادمة بالانطلاق سهيل بن عبيد بن خيرات العامري، ولكن نتابع شعار بن قطامي القادم بقدوم معزة مبارك بن محمد بن قطامي الفهيد والتحركات الجميلة. الله يا شقة القادمة بالاداء الكبير، الله الله الله، اتابعها من خلال هذه الانطلاق
الانطلاق زايد بن مقدل بن عواض العتيبي من يقدم لنا شقة في هذا الانطلاق. وصل شعار البطل من خلال انطلاقة صفطان جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، والوصول في هذه اللحظات من قبل مخيفة فاران بن عتيقة البريد المري من وصلت وانضمت في منافسات هذا الشوط. والاسماء الهاجمة مشاهدين الاعزاء مع بوابة الكيلومتر الاخير، هذا هو مثل ما قيل اختلط الحابل بالنابل في مسار ومنافسات هذا الشوط. ياهو تحدي، ولكن شعار بن خيرات على مقدمة الشوط مع انطلاقة امجاد السهيل بن عبيد بن خيرات العامري من يقدم الانطلاقة، ولكن هذا الوصول من احتلال القادمة بالاداء الكبير حمد بن علي البريس المري وصل في اول ندى مقتحمة مع الصدارة مباشرة المركز الثالث مراسيل فهد بن جابر بن سعد الهاجري، والوصول الاخر بتقدم عسيلة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري بدأ يقدم شعاره من خلال وصول عسيلة. ياهو شوط، ياهي منافسة، تواجد وانطلاق من وسم سعيد بن بطل الزعبي قادمة بالاداء الكبير، ولكن الصدارة المقدم احتلال احتلت الصدارة، احتلت موقع القمة في الانطلاق المميز. الله 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 الله، حمد بن علي البريس المري وبن خيرات يحاول من الجانب اليمين مع هذا الانطلاق، وشعار بن سلامة ياهو شوط، ياهي منافسة، شعار الزعبي مع وسم قادم 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 بالأداء الكبير. خط النهاية هو الفيصل ما بين هذه الأسماء، وسم قادمة احتلال، وهناك بن خيرات وبن سلامة. ياهو شوط محير، ولكن الزعبي ووسم طار بناموس هذا الشوط. السعيد بن بطل الزعبي أشكر على هذه المتابعة يا المغامر اللي قدم لنا وسم في مسار ومنافسات هذا الشوط، وحسمت النزاع مع خط الصراع النهائي. ما شاء الله، سعيد بن بطل الزعبي اللي قدم وسم بعرض كبير ومميز. تهاني للو الناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الاعزاء، وصلت امجاد سهيل بن عبيد بن خيرات بالدود العامري، والمركز الثالث كان من نصيب احتلال حمد بن علي البريس المري. المركز الرابع سيل عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، وخامس المراكز كان من نصيب مراسيل لفهد بن جابر بن سعد آل مرسان الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. متابعينا الكرام، شاهدنا هذا الشوط وشاهدنا الإثارة، ولكن وسم حظت على ناموس هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، توقيتها الزمني هو 7:43، 54 جزءا من الثانية. مشكور يا الزعبي اللي قدم وسم في هذا الشوط، السعيد بن بطي الزعبي مشكور يا المغامر. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الكرام، مع ثاني المراكز امجاد، وتوقيت امجاد 7:43، 62 جزء من الثانية. تهانينا لسهيل بن عبيد بن خيرات العامري على فوز امجاد بالمركز الثاني. وثالث المراكز كان الوصول مشاهدين الكرام مع المركز الثالث من احتلال، توقيت احتلال هو 7:43، 74 جزء من الثاني. تهانينا لحمد بن علي بن حمد آل بريس المري على فوز احتلال بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. عاشر الاشواط ينطلق، وبصوت الزميل صالح بن مبارك الكربي.